الموديل اللي احنا بنعمله للعملية بتاعة فهم الليبل نفسه بتعتمد على 5 خطوات. الخطوة الأولانية إن اليوزر بيديتكت الليبل، فعشان الليبل يبقى ديتكتد مظبوط، عشان الليبل يبقى فعلا الخطوة دي تبقى بالنسبة له سكسسفول، لازم يبقى في prominent location، يعني في مكان واضح، لازم يبقى هايلي فيزيبل، ما يبقاش الكونتراست بتاع الحروف بتاعته مع الباك جراوند مثلا ما تتشافش كويس، لازم يبقى مختصر عشان ما يبقاش صعب بالنسبه لليوزر ان هو يقراه. اوكي، اليوزر نفسه عشان يديتكت الليبل، عشان يبقى سكسسفول، يعني لو الجزء بتاعه يقوم بالواجب بتاعه بشكل مظبوط، لازم يبقى اليرت. اليرت يعني مصحصح، يعني بيبص على الجهاز كده وهو ما هواش يعني عنده مشكله في الادراك بشكل ما، او مثلا سرحان او ديستراكتد او كده، لازم يكون اليرت عشان يقدر يبص على الليبل ده ويديتكت ان في ليبل اصلا. الخطوه الثانيه هي ان احنا بنقرا الليبل، اليوزر بيقرا الليبل، فعشان الليبل يعني يبقى سكسسفول في المرحله دي، لازم يبقى ابروبريت ريدنج ليفل، يعني موجود قدام اليوزر بشكل يسمح ان هو يقراه بشكل مظبوط. لو كان في ايكون يبقى الايكون ده اندرستاندبل، يبقى واضح بالنسبه لليوزرز. يعني احنا كلنا مثلا لما بنشوف الباور ايكون مثلا موجود على اي يعني باور اون بتاع اي جهاز، بنلاقي ان في ليبل محدد كده، لو احنا بصينا على اللابتوب بتاعنا او بصينا على الكمبيوتر هنلاقي في ليبل محدد مثلا للباور اون، فده جاي من نتيجه ان احنا كلنا عارفين ان ده الليبل ده بتاع الباور اون. فلو كان الليبل اندرستاندبل زي الباور اون ليبل ده او السيمبل بتاع الباور اون ده، يبقى معنى كده ان هو هيبقى سكسسفول، يبقى كده اليوزر هيعرف هو يعني الليبل ده مقصود بايه، ده الريدنج بتاع الليبل. الريدنج مش معناها ان انا اقراه، مش لازم يبقى فيه كلام، لازم افهم هو ما عباره عن ايه. يعني ريدنج دي معنى كده ان احنا بنتكلم على ان احنا يعني يبقى الحاجه اللي قدامنا دي عارفين هي بتاعت ايه. وبعد كده لو كان في فونت، لازم يبقى الفونت دي تبقى ريدبل، زي ما كنا بنتكلم على الديستنس، اللي علاقه بالديستنس والفيونج انجل والحاجات دي كلها تتاخد في الاعتبار، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في تشابتر 5 او تشابتر 6. بعد كده بالنسبه لليوزر، لازم عشان يقدر يقرا الليبل لازم يبقى يعني هاز ريدنج سكيلز. لو هو ما بيعرفش يقرا طبعا ما بنتكلمش على حاجه منطقيه، يعني المفروض اللي بيستعمل الجهاز ده على الاقل لازم يكون بيعرف يقرا، فده المينيمم ريكويرمنت عشان يقدر اليوزر يقوم بعمليه الريدنج. المرحله اللي بعد كده هي الكومبريهنشن، ان هو يفهم بقى. اوكي، فعشان الليبل ده يعني يبقى سكسسفول في الجزء ده، وعشان يبقى مظبوط للجزء ده، لازم يبقى فيه اندرستاندبل ووردنج. لو كان فيه كلام مكتوب يبقى الكلام ده يمكن فهمه، لو الكلام مكتوب بشكل مش مفهوم يبقى طبعا صعب ان اليوزر هيفهم هو اصلا مقصود بيه ايه. اليوزر نفسه لازم ان هو يبقى يقدر يفهم اللغه اللي مكتوب بيها الليبل ده. بتكلم مثلا ان هو لو بيتكلم انجليزي مثلا يبقى معنى كده بيفهم انجليزي، لو هو يعني الليبل ده مثلا مكتوب بالالماني يبقى اليوزر يعرف الماني، لو يعني وهكذا، يعني لازم اللغه تبقى مفهومه بالنسبه له. وفي نفس الوقت يبقى هو في الابروبريت مينتال ستيت، يعني هو برضو يبقى ايه، يعني زي ما كنا بنقول يبقى زي اليرت بالظبط، بس يعني بنتكلم على ان احنا في حاله تسمح لنا ان احنا نقدر نفهم الايه، نفهم الليبل ده عباره عن ايه. طبعا بتكلم على المينتال ستيت دي لان انا ممكن مثلا لو في حاله من الاسترس مثلا ممكن يبقى في صعوبه ان انا كومبريهند حاجه، او ان انا هاخد فيها وقت اطول او كده، فيستحسن ان احنا برضو في الجزء دوت نبقى واخدين في اعتبارنا الحالات الاكستريم اللي يكون فيها مثلا اليوزر بتاع الجهاز ده اندر ا لوت اوف ستريس، او عنده مشكله مثلا هو في مثلا موجود في مكان مثلا في خطوره على حياته او خطوره على حياه المريض بتاعه، فبرضه ممكن يبقى في مشكله في الكومبريهنشن في الحاله دي. المرحلتين التانيين بقى اللي هي الديسيجن والكومبلاين مع الليبل دوت، يعني الديسيجن ده ان انا اقرر انا هعمل ايه، وكومبلاي معناه ان انا يعني هتبع الكلام اللي مكتوب على الليبل ده وانفذه، يعني اتبع، يعني معنى ان انا يعني اخد الكلام مكتوب على الليبل ده وانفذه، او ان انا اطيع يعني الايه الكلام اللي موجود على الليبل ده. علشان اديسايد لازم ان اليوزر ده يصدق ان في فعلا الليبل ده فعلا ده مهم، وده يعني يعتبر حاجه زي انذار مثلا ليه، او بينبهه لحاجه مهمه. اوكي، وبعد كده يبقى يفكر بقى او يبقى عنده perception او يعني فهم واضح لتمن الكومبلاينس، لو انا عملت الحاجه دي ايه اللي هيتم او ايه اللي هيحصل، ولو ما عملتهاش يعني ايه المشكله، ايه المشكله اللي هتتم. فلازم يبقى عندي يعني علم بالايه، لو انا يعني الليبل ده مشيت زي ما بيقول يعني ايه اللي هيحصل، ولو ما عملتش اللي بيقوله الليبل ده ايه الخطوره اللي هتنشا من كده.
مرحلة الكومبلاينس بقى، او مرحلة ان انا اطيع الليبل دوت، لازم اليوزر ده لو هو بيعمل حاجة مختلفة لازم يبقى capable of behavior change، و basically لازم ي remember to change behavior. يعني بمعنى ان هو يقدر يغير، لو هو مثلا بيشتغل بطريقة غلط يبص على الليبل دوت ويشتغل بطريقة صح، ولو هو يعني قرر ان هو يشتغل بالطريقه الصح دي او هو يكومبلاي مع الليبل دوت، لازم يعني لو هو ديستراكتد مثلا او بيعمل حاجات كتير لازم في الاخر يفتكر ان هو لازم يكومبلاي مع الليبل دوت او مع الورنينج مسج اللي طلعت له. طبعا احنا بنتكلم على الليبل، مش معناه ان هي الحاجه الملزوقه على الجهاز او الحاجه اللي مكتوبه على الجهاز. احنا ممكن نتكلم على حاجه في اليوزر انترفيس، حاجه من المسجز بتطلع لليوزر في اثناء الاوبريشن، فلازم ناخد الكلام ده في ايه، في اطار اوسع شويه، لان هو فعلا جزء دوت له فعلا يعني جنرال ابلكيشن، مش بس على الحاجات اللي هي الاكسترنال الموجوده في شكل الجهاز الخارجي.